الفائز الثاني احنا نسينا. نعم طيب نقول الف مبروك لحمد المشاعلي الحربي. الف مبروك. كما هو ظاهر امامكم نتائج متنافسين الاربعه اللي كان التصويت بينهم على اشده حتى اللحظات الاخيره من اغلاق باب التصويت. هم عرضوا النتائج وزين ان ما انتبهتوا يعني ويعيب عليكم يعني عنصر المفاجاه. فالف مبروك للفائزين. ومثل ما قلنا اللي ما تأهل أكيد مكانك في القلب. مشاركتكم يعني وتفاعلكم معنا هي البداية فقط لمشوار شعري من الإبداع. نتمنى لكم كل التوفيق. تفاعل ضخم يشهده برنامج شاعر الراية متابعينا على كافة منصات التواصل الاجتماعي منذ انطلاقته، والفضل لكم ولحضورنا الكريم.